الحبيب فايز. شوف ما ابي الا انا. هو حتى هنا الكفر شنو النوم من اليمين. انتم شايفين الكرسي ما فيه رجلين. تمام؟ وفي حركه فيه تقدر تجلس بدون ما يطيح. والله. عطنا مثالا. لا لا انا والله يلا مثل مثل حبلك انت وصالح. لا 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 لا, لا, لا في حبلك والله ما في رساله. والله في رساله. يلا علي انا حلفت. دعواتك. الله يوفقك يا قوتي. يلا واحد ثلاثة أول واحد علي الكلثمي. طيب بطيح انتبه. ضابطها؟ تحس انك ميزان؟ لا بدون ما تستخدم. بدون؟ بدون ما تستخدم؟ لا عادي. يعني جالس عادي. اي لازم رجولك. لا رجولك عادي. اي رسالة رسالة لا. بالعكس غلط عليك. هي بالطريقة ذي والله ما هي بالطريقة ذي. لا بدون ما يحط رجله. كيف كيف رجله؟ كيف احطه؟ انا مثبت نفسي. اوزن نفسك انا مثبت. قل لي وزنت نفسي. قل لي وزنت نفسي. طيب لحظة وخر يدك. انا مؤخر يدي. فك. بس انت قل وزنت نفسي. طيب فك يا فواز بعد منه وحط رجلك انت لين فواز بعدي. شل يدك. اخرت دقيقه. شل اصبعك. لا بشيلها بشيلها بس ابغى اوزن نفسي. بعد يا فواز. طيب دقيقه. بعد. لا اجلس زين يا اخي كذا جلسه كرسي. لا زين زين يا فيصل ما فيها ما فيها ثياب. تعال سوي الجلسه وجلس. دقيقه. يلا اوخر. لحظه. الحين صار التدشين. بسرعة يا عادي دقيقة مشخص انا ترفاك ارفع رجول قصدكم اجلوه وانتم ما قد رفعت اجلته يلا لا لا هم ارفع لا في البداية البداية اليوم مو كان انه ما اجلوه ارفع رجلك يا اخي طيب طيب خلي توازي فواز لا تلخم لا تلخم والله بطل هذه واحدة خلاص طاح طاح اقعد قاعد طويلة متى لا 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 ارفع رجول كرسي تجلس فيه هذه فيها ميزان لكل عضلة بالجسم حاول انك توزن جسمك ايه اوزن اوزن ايه اوزن الله حصل معانا اللعبه علي خلاص لا تطقطقون فيها ميزان ولا ما والله فيها والله فيها يا اخي رساله والله ما عليه من رساله ان شاء الله رساله شوف انت بتسوي رساله انت بقدام طبقتوها ولا ما طبقتوها لا حلي طبقت طبقت لازم يصير اربعه وبتطبقونها لا بنطبق ساده واضح بتشوف في النهايه غيركم يعانون ما يقدرون يشوفون عبد الله ثبت نفسك ويلا ها فيها ميزان كيف توزن جسمك على الكرسي ايه حالك ما تزداد ان شاء الله يدينا طيب انتبه لا لا امسك امسك لا تقدر تجيب الطياره لا يقول توازي كيف بتوازي يا اخي شوف انت بتشوف اصبر 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 تشوفون ناس يمشون على حبل صح ايوه في ناس يمشون على حبل ايوه شفتوهم ولا مسكتوهم هذه وش يا هذاك حبل لو جبت الحبل هذا توازن صح هذا كرسي ولا وفيه رجلين طيب انت لو جبت الحبل اوكي بس كرسي ما اقدر لا حاول حاول انت انسان مبادر يا عبد الله انت انسان مبادر سكني اصلا لحظه معليش معليش الارضيه اصلا ما تساعد لا تساعد تساعد صدق يا اخي الكرسي على بضال بضال الكرسي على البلاط واشبع عادي والله انا يتكلم عليك شوف صدقني صح لا بدون ارفع رجولك عبد الله طيب خليني ارفع يا اخي طيب يا ولد لا خم مخي اذني ايش صوتك بعدين بعدين دقيقه حل حق المقطع ذا 3 دي ومحط الكيس ابغى يطيح وتو يتوصل لا لا ما يلا يلا الطياره تنقلب رجال والله وزنها ها والله ما مستر الارض والله بس جزئين جزئين يا رجال جزئين والله اني وازنتها والله والله ما لمسها طيب كم جاء 3 ثواني ما ادري كم تبغى اجلس دقيقه انت انت ما تبغى كرسي لازم والله كرسي كيف تحل كيف كرسي هو الجلوس اخر اخرجك ثبت عادي اجلس فواز الله يرحمه كان يوازن نفسي اذا وازن اذا شفت اني رفعت رجولي احسب وقت هذه الطياره اذا تهبط اقلب الكرسي وش عليه عادي اسوي اي حركه ثانيه شلون لا 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 الكرسي الكرسي بجلس عكس وجهي لا التزم بقانون الكرسي اعطها وجهك قول اهم شيء اجلس قول اهم شيء اجلس على الكرسي اقول لك يا عبد العزيز لازم كذا لازم اجلس كذا لازم اجلس لازم اجلس على الكرسي كرسي على كرسي حطوا له الجلوس اجلس عليه الله يا عبد الله احس اني بديت اجيب حركات ما ادري كيف جاي هذا القطار قاعد يصدر والله بجيبها صح انا بس اصبر يا ربع والله في طريقه صح بعد كفراتها باقي لك 20 ثانيه اصبر باقي لك 20 ثانيه اخوي والله انك عاقبتنا
طيار قاعد اقعد على الكرسي غطي وكسر بك هذا خلاص اخر محاوله اخر محاوله شوف شوف حرد انا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تامل تامل اقول لك عندي حركه ما ادري تزبط ولا لا ايش حركه قوم سو تعال اصبر اذا رجع الدور والله بتسويها يا. ولا تصير في خاطرك يعني يلا بس شوف واحد كيف تسوي ذا؟ اصبر يا رجال خليني اوازن خليني اوازن خليني اوازن الصوت ترى اصبر 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 ايش عندك بروفايلك؟ اصبر اذا قلت يلا يلا اصبر اصبر يلا احسب احسب يلا 10 عد 10 يا عيد والله ما فيها شيء يا رجل طقطق عليها لا فهمت انا بالله انا ابغاك تسويها فواز لا خليني اسويها صدقوني قول ما سويتها تعال ابن قربه محمد تعال خليني اجرب حركه في بالي اذا بطلت لا تغير وجهك ولا تغير طحت يا ربع لا تشرون علي انت ما طحت لا تشرون علي بعد شوف اخر شيء ايش بيصير انا ابو سعيد ابو سعيد هذه حبيبي ابو سعيد ابو سعيد تعال ادري بسم الله ما امسك 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 خلي الرجال والله نشوف هذه جلسه معينه انا ما لا احد طقوس في الجلسات ترى متى ما قال ابو سعيد استوب استوب وقف اصبر اصبر امسك 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 انا ماسكه اي امسك خلاص اوكي اذا قلت لك فك فك عفك لا قلت لك فك انا ما بعد قلت هذا قرسية ايش اسمه هذا جعل رجل اصبر ايه اصبر امسك زين ماسك يا ابن الحلال اقول امسك زين يا ولد استنى يا ولد انت بنت بلا ينكسر لا بعد يعني شوف منكسر خالص يعني ها امسك زي لا اشوتك يلا تخيل اشوتك يلا واحد اصبر انا اقول لك واحد مو انت تقول لي واحد اصبر بحال والله امسك زي امسك زي ترى انت سبب من اسباب الجلوس على المقاعد الله يحدنا على كراسي اصبر 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 قلت لك بس بس اصبر اصبر اغير جلسه صح فك انت لي ماسكه يعني ها والله ما زارت ما زارت يا رب يلا تعال احس فيصل بيجيب يا رب انها سرور من اليوم يفكر كيف القطع القطع واصل طن رص طن 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 يضيف اللي تتشين اللي تتشين والله بحلو كيف طالع طالع شباب طالع كل اوه حلو لا صدقين والله جزء لا وين وضعك زين انت ترتفع جوك تجزء اخر شيء رساله سامي اقول لكم وخر عني سامي اخت منيره انا ما اطير مثلك اللعبه ولا النصر جيت رديت نفسي يا رب انك تكسر ثوبه يا رب اسمع صدقني نظيفه صدقني انك تكتب علينا بتشوف اخر طيب اصبر اصبر لا اله الا الله شوف هاي بس حركه حلوه لم تصبر اتحرى اتحرى اطيح الحين لا ما يطيح ان شاء الله انا مرسم اموري زينه حتى كان يعني اذا ما حليتها بطلع وانا واقف. يا. Yeah. ما اطيح وانا جالس. اهو اجل. شاقول يا اهل الهوى شاقول. ما تبيع ما تبيع فيصل. لحظة لا 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 في رسالة صدقني. لا 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 صدقني لا بالله 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 انت اخر شيء مسوي اللي تسوي. والله انا محسن اخر واحد ناس قم ايش الاشياء اللي ما سويتها تلعب زر وازن نفسك وبس ميزان اعطيت تعليمات بس عاد بشوف بسم الله هي فيها ترى تحكم بالمخ اكثر شيء بالمخ الله بحط مخ عرفت اي لان كيف كيف تتحكم بجسمك كامل انه يكون اخف من الكرسي وتوازن مخي طالع ايش رايك يوه 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 ما ماسك اللي انا اقول له يمكن صح مو شغلك ما ادري يوه والله غش اصبر العرب لو قالوا قد ما يثبت العاب ثلاث طيب هذا يلعب انت بتشوف هو كرسي والله صح ابعد صدقني يوم ابعد انا قاعد كذا يقولون لي لا يا اخي غش ما اقدر يو 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 واحد واحد تضبط اجي زين اجي زين رجولك هنا بعد دقيقه اذا كراسي ما لازم ارجع فواز يجلس بالطريقه اللي يبغاها علشان ما تتعور ركبته خل اجلس بالطريقه يدي ما تكون في الارض وش ايه. بتعور الكرسي يقول طيب هاي الكرسي ما يتعود اي شيء قول يو وجرب لا ما تضبط بسرعه اصبر
يو 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 ثلاث مرات يو 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 كان جوجو لعب هذيك بسرعة ترى باقي 10 ثواني عصفور ضايع لا طيار 10 ثواني ترى الحين كرت احمر تطلع برا اللعب من اليوم ترفع رجلك تنزل طيب بعرف اي لا مره واحده فواز فواز علمنا جام جام يلا ارفعها مره واحده مره واحده اذا نزلت على الارض تطلع ما دخل تقول الصيصان اللي في المهرجان اللي يلونون هذا كان الصيصان تيرتو لا يا رجال جرف انا الصيصان اليوم شفت عند احمد سعود ودي نجي احنا الصيصان والصرف يا ها اسرو لا ما في تعليمات اذا طلعت هي في النار ها باقي اسرو لا خلاص خلاص ما بلعبها يلا فهمت ايش قصده روح انت 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 يلا يا راعي تعال يا ابو سعيد يا ابو سعيد بيقعد يمسك هو ليه بيمسك هو لا والله انت صادق والله بيجيكم ضرب اذا فيها سماجه لا فيها مشاور لا 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 تراك اصبر طيبه اصبر اصبر شباب من دق من دق لا والله يا راس تكون شي دي نهايتي يا شيخ اصبر الحين راح نفاجئكم هي طقطق يعني الله يسلمك يفاجئ الثاني يعني ما سمع في المسمع ذاك ترى ها المسبح جاء جرب تعال اقول لك المسبح اليوم سياب لا لا كنت عبور عشان في ناس يلا شوف الحكمه اول شيء اسمعوا الحكمه وبعدين بنعلمكم الطريقه لا لا اعطونا الحكمه طيب اسمعوا الحكمه اسمعوا حكمه المبادره معلمهم انت ما علمهم لا والله علمهم انت يقول لك في جميع مشاكلك تمام تذكرون اركان الاتزان الخمسه ايوه تذكرونه في اركان الاتزان اربعه عرفتوا بقول منها ثلاثه ايوه لكن هنا في أركان الاتزان الاثنين بالمساعدة مع شخص زي كذا يعني تعب 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 اجلس اجلس الحين بنعلمكم لا هنا هنا بالزاوية بالزاوية هنا بيكسر حلينا المشكلة ارفع رجولك انت وياك اثنين عشان نشوف حلت مشكلتكم ارفع رجولكم حلينا المشكلة ارجوك يا سيدي يا يا جاد شفت يا جاد محسن قوم تعال تعال عندي تعال عندي ما عليك ايوه اسكت 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 والله محسن شات ايش كيف هو يا عامر كيف هو يا عامر والله يدي هاي ثاني واحد في واحد ايش في واحد شات مرتين خلص هو كله ما ادري احس من اللعبه شوت اسمع كده بس زيوة الحقة ايوه بس حده لا لا غش غش ما فيها كده ما فيها ما فيها شو شو فواز بيعطي واحدة شو كده غي سحبت عليه أنتم سيب شو تغيجين مش شو لا زوا شو شو قاطرة مبادرة أم بطلنا في الماء فاتك قبل شوية منصور وازن نفسك نقول وازن نفسك اقعد على كرسي بدون كراسي بدون رجلين كرسي اللي طايح ده هذه انطرد لعبة ولا مضاربة لا لعبة وآخر شيء يرفع ضغطنا و... أما علي ذبح المايك 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 نعم هذا لا مشاغب صح قد لا 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 تعال لا لا تعال 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 وين رايح وين رايح ازي يا فواز تعال تعال كيف تزن راحت يا اختي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي ولدكم شاغب ولدكم شاغب وين رايح وين رايح يا رجال خليني بعلمك تعال تعال وش اللي تعال
تعال تعال بس جابك بس جابك بس جابك انا بغدا انا انا في هذا اجلس اجلس كيف اقول له هذا بعرفك بنعرفك وش صار يقول تعال 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 خالك وش صار غبي كنت ابغى اسحب ملام سوقها على منصور سوقها على منصور هنا قاعد تقول لي ثلاث ايام ما ادري مالك تلعب تلعب منصور شكلهم يحسبون يحسبون زايد على الزرع منصور والله ما خرب ورو ولا هناك على المكان ذاك باقي زي ما هو يحسبونه زايد على الزرع في قصقصه لثلاث ايام وانا سقي قاعد احفر بيدي لا لا شيور ولا هوز ذا قال البحريني الله يمن شلن الله ولد انت شفت واحد شله؟ لا والله ما شفته لكن ابشر بالله ابو علي ثلاث ايام وانا قلت صاحب ادوج عشان اسقيه هذا انت خلاص اتمنى ان يا محسن كدنا نعاقبك انت اللي شل الزرع اللي زرعته هناك كنت تروح فيها الزرع اللي زرعته عند النخله ذيك انت جيته؟ لا والله شفت انا رحت ادوره علشان اقطفه ما شفت الا مره واحده بعدها اختفى ما ادري انا والله اني رايح ادوره بقطفه والله بس ما حصلته تبغى تقطفه؟ اي والله قطفه انا سمتك ليه؟ علشان ما ريحته والله جامده انت اللي قطفه؟ لا والله ما قطفته ولا جيته كنت بقطفه والله كنت بقطفه والله بس ما قطفته اللي ما لقيت مكانه فواز يا فواز الريح جامده قال انت قطفت قال لا هذا والله ما قطفته والله من هالجلسه يا اخي من المستوعب نحن نشوف اول فقرات والله يا اخي اسمع استوعب وش انت استوعب واحد يمين واحد يسار قوي العضل انت بد عندك دقيقتين